بعد اختتام زيارته لطهران، السودان يستعد لاستكمال جولته الإقليمية ويسعى لتحقيق موقف موحد إزاء غزة. خلال الساعات الماضية 24 مجزرة للاحتلال في غزة، مجلس الأمن يفشل بتمرير مشروع هدنة إنسانية. لإرسال النتائج الإلكترونية، المفوضية تجري محاكاة رابعة، اليكتي والبارتي يجتمعان لتثبيت انتخابات الإقليم. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة الرابعة، وإلى التفاصيل، حيث يستعد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني لاستكمال جولته الإقليمية بعد اختتام زيارته إلى طهران. وكان السوداني بحث في طهران مع المرشد الأعلى علي الخامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القضية الفلسطينية والأحداث الدامية في غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العشوائي على كافة مناطق القطاع، كما جرى التأكيد خلال الزيارة على ضرورة الوقف الفوري للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من شهر. جولة مكوكية ينوي السودان إجراءها بعد أن اختتم بنجاح أول فقراتها في طهران. هذه الجولة يريد السودان خلالها وفق مكتبه تحقيق الدعم الإقليمي لجهود وقف إطلاق النار في غزة، ما هي رؤية قراء السياسة ومحلليها؟ استطلعه الزميل مصطفى علوش في هذا التقرير. في أولى مسارة البحث عن التهدئة، ينهي رئيس الوزراء جولته الأولى نحو العاصمة الإيرانية طهران، والتي بحثت الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة لتنسيق المواقف والحد من العدوان المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني. جولة ربما ستتبع بأخرى باتجاه قطر والسعودية ومصر والأردن بهدف احتواء الأزمة وضمان عدم اتساعها. يعني أكيد وسط هذه الحرب ووسط يعني التداخلات الإقليمية والدولية، لابد للعراق أن يقول كلمته وأن يكون لموقف، وواضح أن الدبلوماسية العراقية تريد أن تأخذ مساحتها ومكانتها، خاصة أن العراق عنده مواقف مبدئية من القضية الفلسطينية، سواء كان على المستوى الدستوري أو على المستوى التنفيذي أو حتى على المستوى التشريعي. لذلك أن العراق يحدد أولويات المنطقة أو أولويات المرحلة بمعنى أدق، يحاول أن يدافع عن حقوق القضية الفلسطينية، لأنه واضح أنه اليوم أغلب الدول اللي هي قد تكون جزء من حالة الصراع أو هي المعنية بالصراع هي مطبعة مع هذا الكيان. دور محوري يستعيد العراق من طريقه مكانته بين دول المنطقة، ومن ثم تشكيل جبهة ضغط على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، فضلا عن العمل على إيصال إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأهالي في القطاع. أكيد الضغط الدولي يكون من خلال تكاتف الدول العربية، لا سيما العراق ومع باقي الدول المجاورة، سواء الأردن اللي هي على تماس أو يعني قريبة من فلسطين أو مصر، لا سيما أن هذه الدول لديها تطبيعات معلنة منذ عام 79، إذا بالنسبة لمصر اتفاقية كامب ديفيد أو اتفاقية وادي عربة واتفاقية أوسلو 93 94. فنتمنى أنه هذه الدول أنه تكون هي المفتاح للضغط على الكيان الصهيوني أو على ما يسمى بإسرائيل، من أجل أنه يعني وعد هذه الفتنة وإنهاء هذه المجازر اللي حقيقة يعني يندى لها الجبين من كل عربي ومن كل مسلم. مناسبات عدة عقبت أحداث 7 من تشرين الأول، جدد العراق من خلالها موقفه الثابت من القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة. جولة مكوكية يسعى العراق من خلالها تشكيل جبهة ضغط لوقف إطلاق النار في غزة ومحاولات إيصال المساعدات إليها. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. استهدفت الفصائل العراقية 4 قواعد أمريكية ب6 هجمات يوم أمس. بيان للفصائل ذكر أن قواتها استهدفت قاعدة عين الأسد ب3 هجمات، وقاعدة قرب مطار أربيل، وقاعدتي تل البيدر شمال سوريا والتنف جنوبا بضربة لكل منهما. وأضافت أن الضربات انطلقت خلال أوقات مختلفة وتم استخدام الأسلحة المناسبة.
هذا وكشف مسؤولون عسكريون أمريكيون أن أعداد الجنود المصابين بالهجمات الأخيرة في العراق وسوريا أكثر ما كشف عنه البنتاغون. المسؤولون قالوا أن 45 جنديا على الأقل أصيبوا إصابات طفيفة أو إصابات دماغية خطيرة، مبينين أن أعداد الإصابات المحتملة قد تتغير خلال الأسابيع والأشهر القادمة. نفت وزارة الخارجية الأمريكية نقل رسائل أمريكية لإيران وحزب الله عبر العراق الخارجية في بيان ذكرت أن التقارير التي تحدثت عن نقل رسائل من واشنطن إلى طهران لا صحة لها، مضيفة أنها لن توجه أي رسائل عبر العراق. وكانت مصادر تحدثت عن إرسال واشنطن رسائل لطهران تحذرها من مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر. رغم مضي العراق في مباحثاتها المعمقة باتجاه تفكيك الأزمة في غزة وإيضاح موقف العراق الرسمي الرافض لطريقة التعامل الوحشي من قبل إسرائيل مع المدنيين الفلسطينيين، تواصل الفصائل المسلحة منهجية تهديد مصالح واشنطن في العراق. على موقفها الثابت، استعرضت الحكومة تضامنها مع القضية الفلسطينية أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكية إلى بغداد أخيراً. فالعراق يحاول الضغط على الجانب الأمريكي بإيقاف دعمه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قبل توسع الصراع خارج فلسطين. تهديدات مباشرة إلى الولايات المتحدة، من ضمنها يعني مسألة قصف المقرات الأمريكية لا سيما في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، والتوترات الحاصلة على الحدود العراقية الأردنية، وكذلك المطالبات بغلق السفارة الأمريكية في بغداد. هذه كلها أجندات يعني تثير هواجس الولايات المتحدة. إذا ما تفاقمت الحرب وتحولت من شأن محلي إلى شأن أقليمي، حتما سيكون لفصائل المقاومة رأي في هذا الموضوع. الفصائل العراقية قسارت على مخطط تهديد المصالح الأمريكية الموجودة في البلد وضربها، مع احتمال كبير بأن إدامة القصف على غزة سيولد تصعيدا مقبلا في الهجمات، مغايرا لخطاب وزير الخارجية الأمريكي. تحاول الولايات المتحدة الآن في دعمها المطلق هذا بأن تفرض سيطرتها على جميع الدول التي تتعاون معها لدعم الكيان الإسرائيلي في مشروعه الحالي بإبادة غزة وسكانها. الموقف مع المقاومة الفلسطينية موقف ثابت، لكن الموقف مع الولايات المتحدة هو موقف متغير يعتمد على السلوك السياسي الأمريكي والعسكري حيال العراق. التضامن العراقي مع فلسطين في معركتها ضد الاحتلال الإسرائيلي بجميع مستوياته تصدر وأصبح واضحا عند الجانب الأمريكي الذي بدأ يدرك بأن إبعاد الخطر عن وجوده مرتبط بإيقاف القصف على قطاع غزة. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. في اليوم 32 من الحرب على غزة استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في غارات مكثفة شنها الكيان الإسرائيلي ليلا في رفح وخان يونس. الصحة أوضحت في غزة أن هناك 10,022 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 24 مجزرة كبرى راح ضحيتها 243 شهيدا. دمرت كتائب القسام 27 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات في قطاع غزة. الكتائب في بيان ذكرت أن مقاتليها كبدوا الاحتلال خسائر كبيرة في العديد من الآليات خلال 48 ساعة الماضية، فيما أكدت قصف القوات المتوغلة بالعشرات من قذائف الهونة. يا رب اسمك أعظم، يا رب سدد رمينا، يا رب اسمك الأعظم سدد رمي مجاهدينا.
كشف الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة عن عجز المنظومة الصحية على القيام بواجباتها مع دخول العدوان شهره الثاني. وفي مؤتمر صحفي أشار القدرة إلى أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها أكثر من 290 شهيدا. مع دخول العدوان الإسرائيلي شهره الثاني على قطاع غزة، حيث أن بدأ دخول اليوم الأول في الشهر الثاني لهذا العدوان بكل وضوح وسفور أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة واسعة على المنظومة الصحية، حيث أن الساعات الماضية تركز العدوان الإسرائيلي بشكل واضح وبشكل سافر وبكل منافية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، حيث انقض الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات النصر للأطفال والرنتيس التخصصي والعيون والصحة النفسية بشكل مركز، حيث كانت الاستهدافات كالتالي: الاستهداف الأول كان مباشرا لمستشفى الصحة النفسية والعيون، وهذا المستشفى الوحيد كصحة نفسية في قطاع غزة، حيث تم تدمير أجزاء كبيرة من هذه المستشفى ومستشفى العيون، وكذلك تدمير أجزاء كبيرة داخل الأقسام، مما أدى إلى إصابة 30 من الطواقم الطبية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال. غوتيريش طالب بوقف إطلاق النار في القطاع وإنهاء الحرب المدمرة التي ما يزال ضحاياها الأطفال والمدنيين العزل، مضيفا أن هذه الكارثة تجعل وقف إطلاق النار لدواعي إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات. فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار روسي دعا لهدنة إنسانية في قطاع غزة، وذكر رئيس الجلسة أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا استخدمتا الفيتو في مجلس الأمن ضد المشروع الروسي، وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة و4 معارضة، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت. في الأثناء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي القطاع الأوسط من جنوب لبنان، مراسلة الرابعة قالت أن الاحتلال نفذ هجمته عبر طائرات مسيرة قصفت محيط بلدة حبيب في الجنوب اللبناني بعدة صواريخ، مضيفة أن القصف أوقع العديد من الخسائر المادية. الحربي عم يضرب. ليك 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 الله اكبر. عم اتاخر الصوت. لعطهم لعطهم انا. والله؟ ابعت لي اياها ابعت لي اياها. لعطهم يا مصطفى. تجري المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محاكاة للمرة الرابعة منتصف الشهر الحالي. رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل قال إن عملية المحاكاة الجديدة الهدف منها إرسال النتائج الإلكترونية عبر الوسط الناقل لمعرفة الوقت الذي تحتاج إليه المفوضية لإرسال هذه النتائج، مبينا أن المحاكاة سيشارك فيها موظفو المفوضية إضافة إلى العاملين في مراكز الاقتراع. يستعد الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين إلى عقد اجتماع موسع اليوم لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وذكر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني سعد بيرة أن الاجتماع سيبحث التعاون المشترك بين الحزبين في الانتخابات المحلية المقبلة، معربا عن أسفه لعدم التوحد والنزول بقائمة واحدة في الانتخابات، فيما أشار إلى أن الاتحاد الوطني على هبة الاستعداد لخوض الانتخابات.
وضعت مكونات كركوك 3 اشتراطاتها الخاصة على الديمقراطية الكردستاني مقابل عودته إلى المحافظة. هذه الاشتراطات تقصها الزميل مهند التميمي في هذا التقرير. لن تغير ورقة الاتفاق السياسي التي بنيت عليها الحكومة الحالية شروط مكونات كركوك بعودة الحزب الديمقراطي واستئنافه العمل في الساحة السياسية والانتخابية في المحافظة، بالرغم من تأكيدات الاتحاد الوطني على ضرورة العمل وفق المشتركات القومية. حزب سياسي ولهم في الدستور استحقاق في أن يكون متواجدين وأن يعاونوا الاتحاد الوطني الكردستاني ويمثلوا المكون الكردي، ولكن غادروا مع الأسف هذه المدينة وطوال هذه السنين خلقوا مجموعة من المشاكل في هذه المدينة بحجة أن هذه المدينة محتلة، واليوم عادوا إلى مدينة كركوك للحصول على مقاعد انتخابية وللحملة الانتخابية. نأمل أن يكون تواجدهم ووجودهم في هذه المدينة أن يكون لصالح العملية السياسية واستقرار المدينة وعدم زعزعة الأمور في هذه المدينة. ويرى سياسيون أن عودة الديمقراطي لكركوك كخطوة أولى هي الاعتراف بعراقية المدينة وإنهاء ملفات أمنية عالقة، إضافة إلى عدم عودة المظاهر المسلحة التي مورست سابقا على حد قولهم. نحن كمكون عربي لدينا رؤية ثابتة بأن قرار السياسي الكردي قبل عملية فرض القانون كان قرار إقصائي، كان قرار استبدادي، كان متهم بتهميش وإقصاء المكون العربي من مغيبين وتجريف القوى العربية، وبالتالي إن كانت هناك رجعة لبعض القوى الأحزاب السياسية الكردية لمعاد كركوك يجب أن تتبنى مفهوم وطني عراقي يؤمن بعراقية كركوك وأن تعترف بجميع الجرائم الغير إنسانية ارتكبت بحق المكون العربي حتى نتمكن من بناء هذه المدينة بشراكة الجميع وأن نبتعد عن خطاب سياسي متشنج يثير حفيظة السلم المجتمعي ويهدد الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي. وبحسب مراقبين فإن سلطة القانون وهيبة الدولة ثوابت تحسم أمر العابثين بالملف الأمني، لا سيما المكتسبات الحزبية التي تؤدي إلى صراعات قومية. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. مشاهدينا الكرام، للعودة للحديث حول آخر تطورات الحرب على قطاع غزة ينضم إلينا المراسل ومراسلنا هناك محمد البلبيسي من القطاع. محمد، بعد التحية، نتحدث عن الاستهدافات المستمرة وكان آخرها الاستهداف قبل ساعات على محيط مستشفى الأندونيسي، وحول آخر التطورات في القطاع. فوزان، في اليوم 32 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مزيدا من القصف الإسرائيلي، مزيدا من المجازر، مزيدا من استهداف المدنيين، سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة بدءا من الشمال كالعادة انتهاءا بجنوب قطاع غزة. في شمال قطاع غزة هناك كان عدة غارات في منطقة أو مخيم جباليا وفي منطقة بيت لاهيا وفي مدينة بيت حنون جنوب قطاع غزة، الغارات ما زالت مستمرة من الطائرات الإسرائيلية وأيضا من المدفعية، مدفعية الاحتلال التي تقوم باستهداف عدد كبير من مناطق المواطنين ومنازل المواطنين. أيضا هناك تركيز باستهداف المساجد، قبل قليل كان هناك أو خلال الساعات الأولى لهذا الصباح كان استهداف لمسجد صلاح الدين الأيوبي في حي الزيتون وسط مدينة غزة، وأيضا استهداف في مسجد في منطقة مخيم النصيرات وعدد من مساجد في مختلف القطاع. القصف الإسرائيلي يتمركز أيضا ويستهدف العمارات المأهولة بالسكان في حي الزيتون وفي منطقة الصبرة وفي عسقولة وأيضا في منطقة حي تل الهوى. هناك كان عدد من الغارات بمحيط مستشفى القدس التي طالما تعرضت للمئات من الغارات في الأيام الماضية، وكان هناك غارة بجوار مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، هذه الغارة التي أدت إلى إصابة عدد من المواطنين الذين كانوا يتواجدوا داخل هذه المستشفى أو من النازحين الذين يتواجدوا في مستشفى الأندونيسي. وضع صعب في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وفي ظل القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف على مناطق مختلفة، وأيضا هناك عدد من الشهداء كان قبل قليل فوزان في مدينة رفح على إثر غارة استهدفت منزل في شرق المدينة، مدينة رفح جنوب قطاع غزة. دعني إذا تسمح لي الانتقال إلى الوضع الميداني ووضع الاجتياح البري والاشتباك بين المقاومة الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي. المقاومة قبل قليل أعلنت بأنها قامت بتفجير 3 آليات
قذيفة ياسين 105 صباح هذا اليوم في جنوب حي الزيتون وأيضا أطراف حي تل الهوى التي يتمركز بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بدباباته وعدد من الأليات التي تحاول الدخول والوصول إلى الأماكن السكنية جنوب تل الهوى وأيضا في جنوب من حي الزيتون شرق مدينة غزة. على غرار المواجهات العنيفة في حي في منطقة الشيخ رضوان أو أطراف الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، هناك اشتداد بالمعارك والمواجهة بين المقاومة الفلسطينية وأيضا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول إلى الوصول إلى مخيم الشاطئ، ومخيم الشاطئ بالعادة هو قريب من المدينة وقريب تحديدا من مجمع الشفاء الطبي. الاحتلال الإسرائيلي يحاول الوصول إلى هذه المنطقة ولكن يصطدم بمواجهة عنيفة بين المقاومة الفلسطينية، لذلك يلجأ فوزان بتدمير المربعات السكنية بالمئات من القنابل الفسفورية أو يعني بالمئات من الأطنان من المواد المتفجرة لمسح المنطقة وتدميرها كليا للمحاولة للدخول إلى مخيم الشاطئ إلى داخل القطاع. محمد وصلنا الآن خبر حول استشهاد الصحفي لدى وكالة الأنباء الفلسطينية محمد أبو حصيرة وعدد من عائلته في غرب قطاع غزة، وأيضا يعني نتحدث حول الاستهداف الممنهج لصحفيين ولسيارات الإسعاف التي تقل يعني الجرحى وصولا إلى معبر رفح. حدثنا أحمد يعني محمد حول عمليات نقل المصابين إلى معبر رفح وإلى المستشفى المقام على معبر رفح من الجانب المصري، كيف تسير هذه العملية؟ هل هنالك أيضا ما زالت يعني الاستهدافات لسيارات الإسعاف المتوجهة لنقل المصابين؟ فوزان، أوضح للجميع أن قطاع غزة الآن انقسم نصفين، منطقة مدينة غزة والشمال انفصل عن الجنوب أو المنطقة الوسطى، لذلك الاحتلال الإسرائيلي يمنع أي سيارة من سيارات الإسعاف أو المواطنين من الانتقال من المدينة إلى الجنوب. يعني هناك مسارين، مسار شارع رشيد البحر والمسار الآخر هو شارع صلاح الدين، تم فصل هذه المنطقة تماما ويتواجد العشرات من الدبابات في هذه المناطق تمنع دخول السيارات أو الطواقم الطبية أو الصليب الأحمر، لذلك هناك نقل بطيء لأعداء للإصابات أو للجرحى إلى المعبر فقط. إذا هناك عملية لنقل الجرحى هو من المناطق الجنوبية من مستشفى ناصر في خان يونس أو مستشفى الشهداء الأقصى، ولكن لم نشاهد منذ 24 ساعة الماضية انتقال عدد من الجرحى إلى الجانب المصري، لأن هناك لا يوجد حصانات لتحرك هذه السيارات الإسعاف من هذه المناطق إلى جنوب قطاع غزة، لأن الاحتلال استهدف العديد من سيارات الإسعاف تحديدا في مدينة غزة عند دوار أنصار أو قبل عدة أيام أمام بوابة مستشفى الشفاء تم استهداف سيارة إسعاف كانت تنقل المصابين. ولكن ما نريد الإشارة إليه أن هناك أكثر من 20,000 مصاب يتواجدون داخل هذه المستشفيات التي تواجه خطر الإيقاف بسبب توقف الوقود أو ضعف وجود الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات وأيضا وصول هذه المستشفيات إلى حافة الانهيار والتوقف كما حصل في مستشفى القدس الذي توقف عن العمل بشكل كامل ومستشفى الأندونيسيا الذي فقط يعطي الخدمات في قسم الطوارئ والعناية المراكزة عبر الطاقات البديلة بعد توقف المولد رئيسا العمل. دعني أنتقل للحديث عن استهداف الصحفي أبو حصيرة، تم استهدافه وعائلته وهو يتواجد في منزله في غرب مدينة غزة، والطواقم الطبية تتعرض لاستهدافات متواصلة ومباشرة وذلك يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 48 شهيدا، وهناك العشرات من الصحفيين استشهدوا برفقة عائلاتهم وهم ومنهم من فقد عائلته بشكل كامل، وأيضا هناك العديد من الزملاء الصحفيين الذين فقدوا عائلاتهم وهم تبقوا في الميدان وعادوا إلى الميدان، منهم الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة والزميل محمد العلول مصور وكالة الأناضول الفضائية وكالة الأناضول التركية، وأيضا نتحدث عن العديد من الصحفيين الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم يعني أو أجزاء من منازلهم. محمد، في ظل هذه القطوعات من الجانب الإسرائيلي يعني الفصل الذي موجود ما بين الجنوب والشمال، كيف هو وضع المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح؟ يعني هي لا يمكن إيصالها إلى شمال قطاع غزة إذا صح التعبير أو حسب ما يعني اتضحت من قبل المعلومات التي أوصلتها لنا محمد؟ بالطبيعة الحال المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة هي مساعدات قليلة جدا ومحدودة حتى تغطي منطقة الجنوب، جنوب قطاع غزة أو وسط القطاع، فما بالك في منطقة الشمال أو في المدينة. أنا اليوم بعد ساعات طويلة من المحاولة للوصول إلى أهل الذين يتواجدون
في المدينة بسبب ضعف وسائل الاتصال في مدينة غزة. أتواصل معهم خلال الحديث ماذا يمتلكون من طعام أو من مواد تموينية. حدثوني بأن هناك شح كامل في الأماكن المحلات التجارية في الخضار بالخبز، ووصلوا إلى مرحلة صعبة جدا. وأنا يعني بساعات طويلة أحاول التواصل مع الصليب الأحمر أو مع جهات دولية للوصول إلى منطقة التي تتواجد بها عائلتي، ولكن لا جدوى لأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل من يتحرك أو يخرج، وهناك خطورة. أنا يعني أدرس في هذه اللحظات إخراج أهلي من المدينة إلى منطقة جنوب قطاع غزة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد سماح لهم بالوصول من مدينة غزة من منطقة دواب الكويت إلى منطقة النصرات مشفين على الأقدام، وأنا عائلتي والدي مريض سرطان وأخي مريض فشل كلوي لا يمكن المغامرة بهم، خصوصا أن الاحتلال يعتقل العشرات من المدنيين، وهناك يتواجد كثير من الجثث والشهداء على الأرض ووضع إنساني صعب، وهذه مغامرة بطبيعة الحال لا يمكن أخذ قرار بها إلا يعني تركهم لمواجهة مصيرهم. محمد الآن وصلنا أيضا خبر أن هناك تهديد من قبل قوات الاحتلال تطرب من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاؤه في الحال تمهيدا لقصفه. هذه معلومات وصلت للتو، ولكن أريد أوضح بأن بالأمس مستشفى الرنتيسي وهو مستشفى أمراض الدم للأطفال وهو الوحيد في قطاع غزة تعرض للقصف الطوابق العلوية بالأمس، وأيضا مستشفى الشفاء أحد المباني تعرضت للقصف، وهناك كان عدد من شهيدة وعدد من الإصابات في مستشفى الشفاء. الاحتلال الإسرائيلي الآن يوجه ضربه، وهذه سياسة قد يعني تم وضحت في الساعات الأخيرة أن الهدف الأول للجيش الإسرائيلي هو الوصول إلى مستشفيات مدينة غزة أو قطاع غزة وتدميرها وإيقاف تقديم الخدمات في محاولة للضغط لإخراج جميع الجرحى أو النازحين إلى مناطق أخرى أو ترحيلهم إلى الجانب المصري إلى المستشفيات الميدانية التي تقام سريعا. نحن نشاهد وهناك خطة لإخلاء مستشفيات قطاع غزة تمهيدا لقصفها، ولكن لو وصل الجيش الإسرائيلي إلى هذه المرحلة هذا يعني يعلن بأن هناك نحن دخلنا إلى كارثة كبيرة جدا ولا يمكن الخروج من هذه الكارثة، خصوصا بعد استهداف مستشفى الأندونيسي، مستشفى كمال عدوان الذي أعلن عن التوقف، مستشفى العودة، مستشفى القدس ومستشفى الشفاء، هذا المستشفى الذي يحوي أكثر من 60,000 نازح فلسطيني والألاف من الجرحى. وأيضا الجيش الإسرائيلي يحاول التأثير على المنظومة الصحية من خلال منع دخول أي لتر من الوقود إلى قطاع غزة، وهذا يؤثر بالسلب بتقديم الخدمات الصحية. الزميل محمد البربسي يكون معك في التغطيات والنشرات الأخرى للإيضاح حول المعلومات الجديدة لديك، شكرا جزيلا لك. أوضحت ملكة البرلمان أن الحكومة والبنك المركزي هما الجهتان المخولتان بإيجاد حل لأزمة ارتفاع الدولار عبر الحوار والتفاوض مع الجانب الأمريكي. عضو اللجنة جمال كوجر قال أن الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي سيظل موجودا ما لم يتم وضع الحلول من قبل الجهات ذات العلاقة، مشددا على ضرورة إيجاد طريقة لعمل بعض الحوالات لصغار التجار الذين يعملون على تمويل استيراداتهم عبر الحوالات السوداء بصورة يومية رغم كل الإجراءات الحكومية. دعا النائب المستقل أحمد الشرماني الحكومة إلى اتخاذ خطوات جديدة وواقعية قابلة للتطبيق لمعالجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار. الشرماني وفي حديث للرابعة أكد ضرورة تدخل رئيس الوزراء بصورة مباشرة للسيطرة على السوق الموازي. لابد من دولة رئيس الوزراء التدخل بصورة مباشرة لمعالجة هذا الموضوع بآليات جديدة مختلفة واقعية قابلة للتطبيق. قبل عام تماما أو أكثر منذ أن بدأت أزمة الدولار والعقوبات الأمريكية على هذا القطاع المالي والمصرفي في العراق، طالبنا الحكومة العراقية ودولة رئيس الوزراء تحديدا أن يتعامل أو يمنح تجار المواد الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء، هذه المواد التي يحتاجها المواطن بصورة يومية، طيب أن يمنح الدولار بالسعر الرسمي الذي يعتمد من قبل مجلس الوزراء ألا وهو 132,000 دينار للمئة دولار.
أكدت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان أنه لا يمكن لشركة دانا غاز نقل الغاز إلى أي مكان آخر دون موافقة حكومة الإقليم. الوزارة في بيان ذكرت أن الشركة استخدمت أنبوبا يعود إلى الثمانينيات استخدمته دانا غاز في وقت سابق لنقل المكثفات، مضيفة أنه لا يسمح تصدير النفط في الداخل والخارج دون موافقة الوزارة. للمطالبة بإعادة تعيينهم في حقول نفط كركوك، خرج العشرات من الحراس الأمنيين الملغاة عقودهم في شركة نفط الشمال بتظاهرة حاشدة أمام الشركة. المتظاهرون قالوا لمراسل الرابعة في المحافظة مهند التميمي إن مطالبهم تتلخص بإعادة نشرهم في حقول باي حسن وعجيل وعلاسة. من 2014 بوقت أحداث داعش طبوا داعش فقعدونا من الخدمة، ومن 2014 نطالب بحقوقنا، وحقوقنا كلها موجودة بشركة نفط الشمال، نطالب بها بعودتنا. بل 2021 طلعت علينا لجنة بحق العجيل، ورحنا وواجهنا اللجنة وعودنا اليوم باكر اليوم باكر، والحد الآن كل شيء ماكو. بل البرلمان صوتوا علينا تخصيص مالي، عندنا أمر داري، عندنا كتب رسمية كلها عندنا. احنا لفيف من الحراس الأمنيين حق الباي حسن، داومنا دورة 2013 والبالغ عددنا 551 منتسب، داومنا دورة وداومنا وقت فترة وقعدونا بالبيت وقت أحداث داعش، يعني صارت أحداث داعش قعدونا بالبيت. من قعدونا بالبيت قسم من عندنا داومه وقسم من عندنا ما داومه، واحنا حق الباي حسن الشمالي والجنوبي. ننتظر يجي الكتاب من بغداد، الشركة تقول بعد ما وصلنا وما نعرف مصيرنا شنو. الكتاب اللي جاء عادة الحراس الأمين شركة نفط الشمال، يعني ما جاء مخصص الجهة معينة أو صلاح الدين أو نينوى أو فدشي، انذكر بها فقرة واحدة اللي هي الخط الاستراتيجي. الخط الاستراتيجي عدده 100 شو اسمه، والتخصيص اللي جاي 150. كل شيء أي مقارنة، ما حد انطانا خبر وننتظر حتى الآن. يعني احنا كنا أصحاب عوائل وعدنا احنا أوامر إدارية بينا صادرة كامل. احتلت جامعة بغداد المرتبة 201 ضمن تصنيف شنغهاي العالمي الذي يتضمن تقييما أكاديميا ل 1900 جامعة في 104 دول. بغداد حققت 139 بحث منشور بالمستوعبات الرصينة، وعلى أن يكون هنالك للتنافس أن تكون ضمن الربع الأول في تصنيف كلاريفيت. جامعة بغداد حققت 39 بحث ضمن الربع الأول في كلاريفيت، وما يثار في هذا الموضوع أن هذه البحوث كانت نتيجة تعاون دولي بين جامعة بغداد وجامعات أجنبية عديدة مثل الجامعات البريطانية والأمريكية والسعودية والإيرانية من باحثين في كلية طب الأسنان. حققنا إشارة لهذه البحوث من مجلات رصينة كذلك 435 إشارة، بالتالي كان هنالك تنافس وظهرت كلية طب الأسنان في هذا التصنيف. جامعة بغداد حصلت تصنيف غير مسبوق لأي جامعة عراقية ثانية، هو دخولها ضمن تصنيف شنغهاي العالمي في تخصص طب الأسنان. يعني هذا أول مرة جامعة عراقية تدخل في تخصص طبي في هذا المجال. طبعا معايير شنغهاي هي معايير صعبة جدا، لهذا جامعة عراقية وحيدة دخلت به. معاييرها تعتمد على أولا إيش قد عندنا تعاون دولي، إيش قد عندنا بحوث في مستوعب الويب أوف ساينس، وإيش قد من عندنا من البحوث ماتنا المشهورة هي داخلة ضمن الربع الأول، مجلات الربع الأول لهذا التصنيف، وكذلك معامل التأثير لهذه البحوث. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بعد اختتام زيارته لطهران، السوداني يستعد لاستكمال جولته الإقليمية ويسعى لتحقيق موقف موحد إزاء غزة. خلال الساعات الماضية 24 مجزرة للاحتلال في غزة، مجلس الأمن يفشل بتمرير مشروع هدنة إنسانية. لإرسال النتائج الإلكترونية، المفوضية تجري محاكاة رابعة، اليكتي والبارتي يجتمعان لتثبيت انتخابات الإقليم. ختام النشرة في أمان الله.